بارابور ليا ما نشفاش، بصح بارابور ليما يما كانت زمان دير هكذا، كانت الفلفل ما كانش في وقته، كنا الفلفل كان في الصيف، واش ديروا يما تحكموا تقطعوا ترقدوا كساسوا فلفل حلو ولا فلفل حار، ديروا في البلارات في الخل وترقدوا، كي لحق زمان الشتاء تبدا تمد لنا بشويه كيما لا طوماط فريش، لا طوماط فريش في الصيف يدوها يفوروها ينقيوها يرحيوها يديروها في البليورات كانيت بالزيت وتقعد، كاين اللي يحطوها في الفريجيدير بوكونجيلاسيون. اما بالنسبه للطعام بيان سور طعام كان يتفتل، عند الناس زمان يحصره يديروا عليه جمعيه ويفتلوه، ماشي كيما دوق يفتلوه ومن بعد ينشفوه شغل مسقم ومن بعد يديروه في الشكيورات نتاع القماش باش ما تقيسوش لوميديتي باش ما يغملش باش اي با مال دوطخ شوز. توجور في الموضوع تاع لي طوماط يديروا الطوماط سيشي هذيك اللي تخي بون سورتو كي في الشتاء هكا يديروها في المرقه تاع البركوكس تاع الاخر تجي تخي تخي بون هذيك دونك كيف كيف يغسلوها وينشفوها مليح يديروا لها يملحوها باش ما تكمل ويديروها تنشف لهم كي تنشف كيف كيف كاين اللي يديروها سوا يخلوها هكذاك سوا يديروها في الزيت زيت زيتون دو بريفيرونس يديروها في الاخر دون دي بوكو ويستعملوها في وقت الاخر كيما نقولوا داروها في الصيف يستعملوها في الشتاء. انا الشفه كانت تيما الله يرحمها بساليها تشري فلفل تيبسو تنشرو ابري نهار تسحقو تجبدو تهرسو طيب بيه.